القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام جراء استهداف مشغولين بعبوة ناسفة سيارة تنتقل عشرات العناصر على الطريق الواصل بين مدينتي بصر الحرير إزرع في ريف درعا الشرقي. مقتل مدني بقصف لطيران النظام الحربي على مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الغربي. قتلى وجرحى مدنيون بينهم نساء وأطفال جراء غارات جوية للنظام بالصواريخ على مدينة كفرنبل وبلدة ترملة وقرية سطوح الدير في ريف إدلب الجنوبي. جرحى مدنيون جراء قصف حربي روسي على بلدة التمانعة وقريتي لنقير ودير سنبل في ريف إدلب الجنوبي. الجبهة الوطنية للتحرير تعلن استهداف تجمعات قوات النظام في ريف حماة الغربي بصواريخ الجراد ردا على قصف المدنيين. طيران النظام وروسيا الحربي يتناوبان على قصف ريف إدلب وحماة منذ ساعات الصباح، ومراسلون يقول إن عدد الغارات تجاوز 30 غارة. نزوح أعداد كبيرة من المدنيين من ريف حماة الشمالي والغربي وريف إدلب الجنوبي باتجاه مخيمات الشمال السوري.